الغربال ساعة لقلبك ليلة القمة. ليلة القمة ليه؟ لأن العالم صورت الدنيا كما لو كان نهاية العالم غدا، مع أن بكرة مش نهاية العالم ولا حاجة. بمناسبة الغربال بقى، الاتحاد الأفريقي اختار مصطفى غربال الجزائري حكما ليلة القمة. هيقول لك ده الغربال بتاع ملك وكتابة. طيب ماشي، مصطفى غربال الجزائري حكما للقاء القمة ونهائي أفريقيا بكرة، الأهلي والزمالك إن شاء الله، مباراة الساعة 9 في استاد القاهرة. الطاقم كده رأونا، لأنه الحقيقة الاتحاد الأفريقي رأس الناس كلها. فضل مودين رضوان جيد المغربي، والناس اتكلمت على رضوان جيد، لكن الحقيقة هو حط كمان رضوان جيد كحكم فيديو. حط المغربي رضوان جيد كحكم فيديو، وجاب الذنب المثير للجدل جاني سيكازوي حكما ل أو حكم رابع. والطاقم الجزائري بقيادة مصطفى غربال حكما للقاء، حضر الطاقم النهاردة، عمل للاجتماع الفني، وده شيء كويس من الاتحاد الأفريقي الحقيقة. دي بداية الانضباط شوية، إن احنا طاقم الحكام محدش يعرف عنه حاجة إلا قبل المباراة بساعات في الاجتماع الفني بيتفاجئوا بيه، وقال لك الاتحاد الأفريقي النادي المنظم للمباراة بعد كده ملوش علاقة بالحكام. يا سلام، أهم قرار. قال لك الاتحاد الأفريقي وبرضه المدير الإداريين بتوعه هم اللي هيحجزوا للحكام. بس لحظة، مش من نوع الإداري مش الإداري طبعا، مش إدارة اتحاد الكورة. لا، الاتحاد الأفريقي لازم من خلال والله اللي يزيل التعصب الشفافية. النهاردة طاقم الحكام ده سمعت همهم عليه، خلاص الدنيا هي جابوا لك ثلاثة منهم اثنين مصنفين الفار والثاني أحسن حكام. طيب يبقى كده لو في أخطاء هنعمل إيه؟ لكن على الأقل تبقى حاسس إنك أنت الدنيا ماشية بقدر يعني من الاهتمام. فيعني نتمنى أصل بص الاتحاد الأفريقي عنده مشاكل جامدة جدا جدا جدا، بطولاته أصبحت مجروحة. ودي مشكلة يعني أمام العالم مش صح. زي ما بقول لك الكرة الإفريقية بقت ممتعة، النجوم الأفارقة بقوا ممتعين. ما تتسابش كده، ما تتسابش كده. وحجم الإنفاق دلوقتي في أفريقيا بقى هائل جدا. طيب ليه بقول لكم ساعة لقلبك ليلة القمة؟ الاتحاد الأفريقي عمل امبارح مسحة، لجنة أو شركة مختصة مسؤولة من قبل أو عن طريق الاتحاد الأفريقي زارت المعسكرين امبارح الساعة 10 الصبح في الأهلي، الساعة 11 في الزمالك، أخذت عينات من الجميع، من الجميع بالمناسبة، حتى الأطقم الإدارية والطبية والفنية والإعلامية اللي هتكون متواجدة من قبل المعتمدين الرسميين لكل نادي تم أخذ عينة منهم، وعلى الساعة 6-7 طلعت العينات. الاتحاد الأفريقي لجنة مختصة، شركة مسؤولة، على عينك يا تاجر، بمنتهى الشفافية والحسم والانضباط، واللي هتطلع إيجابية شكرا أنت بره المباراة. وكانت النتيجة زي ما شفتوا 3 أهلي 3 زمالك، وليد سليمان أليو ديانج وصالح جمعة الثلاثة من الأهلي. قالهم على الاثنين بره الملعب، وفضلوا يقولوا الحاجة والدة صالح جمعة هي الوحيدة اللي ضمنت تفرح يوم 27. شوفوا القر يوصل لفين. يعني جابوا صورة الحاجة مع صالح وعبد الله، قال لك هي المؤكد هي اللي هتكون وحيدة الفرحانة يوم 27. تشاء الأقدار إنه الاثنين شفاهم الله، صالح وعبد الله جمعة أخوه في الزمالك، بالإضافة إلى يوسف أوباما والونش لاعبي الزمالك، يعني 3 قصاد 3. أنا ليه بقول لكم ساعة لقلبك؟ لما يكون الوضع بهذا الحد ويطلع صحفي الاخ علي السيسي يكتب تويته وتتبادلها بعض الجماهير، وهنا بنقول شوفوا انتوا بتلوموا الجماهير، انتوا بتلوموا الجماهير على التحفيل، مصدر مهم داخل اللجنه الطبيه دوبلير خضع للمسحه بدلا من الشناوي، بذمتكم ساعه لقلبك كانوا يعرفوا يعملوا كده؟
كان يقدروا يسلوا الناس بالطريقه دي؟ لا بس بص بص الخبر. كنا نوصل لكده؟ بص الخبر مكتوب ازاي؟ مصدر مهم باللجنه الطبيه صرح. هو المصدر المهم ده لما يشوف دوبلير ما يكتبش إيه؟ ما يكتبش شكوى ما يبلغش النيابه. يا جماعه ايه الاستخفاف اللي بيقول الناس ده؟ يعني هذا كلام المقصود بيه انك تعيش في دائره الشك، دايما تعيش في دائرة الشك، التشكيك في المسحات من قبل ما تتم. وعايز يقول لك الاهلي مخبي، هو الاهلي هيخبي؟ هو الاهلي هو اللي بيعمل المسحه قبليها؟ الاهلي مخبي؟ لا هيخبي ايه؟ ده هتتعمل مسحه من الكاف وهيقولوا تعالى. طب هو الاهلي لو بيخبي مكان خبى ديانج، واحد من اهم اللعيبه اللي هم هيخبي ليه؟ يعني انت بتعرض يعني افرض ان هو عايز يخبي. افرض ان هتيجي تقول ايه؟ اصل وليد سليمان ما عندوش اعراض بس النتيجه ايجابيه، مكان خبى. هو ايه ليه كده؟ يعني هو بس عندما حتى تكذب بلا منطق، يعني منطق الكذب، منطق الكذبه عشان الناس يعني ما تبقاش شايفاها زي ما انت بتقول ساعه لقلبك. الحقيقه الواحد بيربأ من كبار الاعلاميين. علي السيسي ده كان رئيس صفحه. علي السيسي طبعا كان رئيس صفحه مصر اليوم. وبعدين قضى عمره في الخليج، يعني راجل جاي مرتاح ومبسوط ومقضي عمر حلو، مش محتاج للهيصه دي، مش محتاج اكتر من انه يبقى موضوعي شويه مع نفسه من غير ما انا لا بهاجمه ولا متوقع منه هاجمني، واذا هاجمني شكرا هو حر. انا يعني انا بس بحط علامه استفهام مش فاهمها، ما عنديش اجابه ليه الموقف يبقى كده، ومقصود ايه بالكلام ده، عايز اوصل لايه من الكلام ده. بس ما هو نفس المنطق ونفس الشخص لما برضه في حته افريقيا، اصله الاهلي بنى قصر العيسى حياته في الكاميرون عشان كده اداله نادي القرن. متخيلين؟ انتوا متخيلين ان في منطق يقول كده؟ لكن هي تفاصيل ساعه لقلبك.